ناس مهاويس بالتصوير ولا عادي؟ ممكن اجاوب؟ اه احنا اصبحنا بنقعد تصوروا؟ اصبحنا لا بس انتوا عشان بتحبوا صور مصري ومصري بيطلع مصري صور عالمي مصري عالمي بتتسلوا برضه ومصري دايما بيبقى عايز يصورنا لما يلاقيه كده شكلنا حلو لابسين حلو تلاقيه بيجي يقول هيبقى صورنا اه حبيبي مصري المصور يمين وشمال ويصورنا كده ويدلعنا. انتوا بتحبوا التصوير هدي؟ لا انا مثلا ما بعملش فوتوشوتس خالص ودي حاجه مضره جدا ليا لان انا المفروض اتصور وكل فتره المفروض كممثله تعملي ابديت للصور بتاعتك وتعملي صور جديده لابسه حاجه على الموضه ادخل شتاء ادخل صيف اعياد ما بتعمليش كده انا بقى بس مش شرط ده مش شرط سيشن هدي بس انت برضو موجوده على السوشيال ميديا بشكل صور ده صور عاديه مش بروفيشنال هي قصدها ممكن يبقى ده انت انا اصبحت ده يا شيري علشان لازم يبقى في انستجرام وفي فيسبوك لكن قبل كده ما احبش حتى وانا بعمل ده انا يعني شغل ايه ناحيه شغل وانت لا انا ما بحبش ما بتحبيش لا خالص وبقى لي فتره حتى ما اعرفش يمكن انت اصلا السوشيال ميديا كمان مش زعلوا او حاجه بس بقيت اقول لهم لو اني مش عايز اصور يعني بقيت كده ما اعرفش بقيت اميل ان انا ابقى مستريحه استمتع في اللحظه ومش عايزه احط مكياج ومش عايزه احط روج ومش عايزه اسرح شعري يعني مش عايزه اسرح شعري يعني ماشي ايوه انا مش عايزه اتنتك يعني او مش عايزه ابقى عامله حسابي ان انا هتصور لا عايز ابقى براحتي. طب في ناس بيطلعوا رحله في مكان لطيف وجو لطيف وحاجات كده بيخلوا الرحله من A to Z كلها يا ساتر تصوير تصوير ساتر. تصوير تصوير وفي ناس رحلة تانية رحله ايه ده لو رايحين ياكلوا في او يشربوا مش عارفه على ايه طول على طول انتوا من الناس دي طيب ولا لا. ايه لا 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 طيب يعني تفضلوا ولا. تستمتعوا باللحظه طبعاً. اكتر من توثقوها انا لما طبعاً. كان في حفلات قبل الكورونا في مدرسه ابني كنت دايما يبقى حد معايا لان انا لاحظت ان بتفرج على الحفله من التليفون ومش شايفه ابني لايف فبقيت انا اتفرج وحد جنبي بيصور صح عشان انا ابقى شايفاه حقيقي صح. مش شايفاه من التليفون صح. فما انا كنتش رحت بقى واتفرجت على الفيديو طبعا صح واتش ات ما تخليش حاجه تفوتك.